لتعزيز التعاون في مجال النقل وقعت اتفاقية إطار بين المغرب والسنغال في اجتماع عمل بين وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل والوزير السنغالي للبنيات التحتية والنقل البري والجوي مالك ندياي اتفاقية تتعلق بتكوين المهني بين شركة السكك الحديدية السنغالية والسكك الحديدية الجهوية لمدينة دكار وبين ومع المكتب الوطني للسكك الحديديه المغربي بهدفي تكوين الأطور السنغاليه في هذا المجال كما اتفقنا على ان نعمل على تعزيز آه التعاون الثنائي اتفاقيه وحده كتخص اتفاقيه مع معهد تكوين السكك الحديديه واللي كيخص التكوين ديال السككيين السنغاليين هذه من جهه ومن جهه اخرى اتفاقيات الشراكه فيما يخص اننا نتقاسموا التجربه المغربيه فيما يخص تدبير ديال المشاريع اللقاء شكل فرصة لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات صيانة السكك الحديدية والنقل الطرقي والجوي إضافة إلى بحث سبل تحسين ظروف السلامة الطرقية في البلدين <applause> هذا اللقاء كان فرصه للوقوف عند الانجازات النوعيه للمملكه من حيث التنقل الحضري وبين المناطق الحضريه لا سيما في قطاع السكك الحديديه وهذه الزياره مكنتنا ايضا من التعرف على الممارسات الفضلى والخبره المغربيه الرائده في هذا المجال الوزيران اشادا بالعلاقات المتميزه التي تجمع بين المغرب والسنغال كما اكد رغبتهما المشتركه في مواصله تعزيز روابط التعاون الثنائي خصوصا في قطاع السكك الحديديه كما دعا الى تعزيز المساندة المتبادلة بين البلدين على مستوى المؤسسات الدولية خصوصا على مستوى المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو والمنظمة البحرية الدولية والمنتدى الدولي للنقل